السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا. چلیں جی، آج کا تجوید کا جو لیسن ہے وہ ہمارا سٹارٹ ہوگا آیت نمبر 46 سے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقفینا علی آثارہم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون.
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. جو آخری والا ورڈ ہے نا اس کو یو کی نون نہیں پڑھنا, اس کو یو کی نون پڑھنے کی کوشش کرنی ہے, ٹھیک ہے؟ اگر اس واؤ کے اوپر پاکستانی مصحف سے آپ کو دکھاؤں, واؤ کے اوپر حمزہ جزم ہوتی تب ہم پڑھتے. اکثر اسٹوڈنٹ یہ مسٹیک کرتے ہیں, جب سورہ بقرہ کی پہلی پانچ آیتوں میں یہ آیت آتی نا یو کی نون, وہاں پر اکثر اسٹوڈنٹ یہ مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں یو پڑھ رہے ہوتے. نہیں, سمپل اس یہاں پہ واؤ مت ہے, حمزہ جزم نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 51. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا به أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين وقف كيف كان الذين آمنوا الذين ٹھیک ہے زبر گرا دیں آج میں نے پہلی دفعہ وقف کیا اس پہ تو آپ لوگوں کے لیے نیو ہوگا تو نون کی زبر گر جائے گی اور صرف نون کی ساؤنڈ رہے گی والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة
كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. چل جی آج نمبر ہم نے 64 تک ہمارے 3 پیجز ہو چکے ہیں. اچھے سے پریکٹس کریں. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.